طيب دلوقتي حضرتك من كلام حضرتك كده حسيت انك ميال لمدرب فني محلي للزمالك، حتى لو ما قلتليش اسم، يعني ما قلتليش مثلا انا عايز مدير فني محلي، بس انت عايز تقول لي انه في اسماء مطروحه ممكن هي اللي تتولى نادي الزمالك بس تاخد فرصه. كريم انا مش هو عشان انا مصري منتمي لان الوطنيه او المواطن المصري او المدرب الوطني يستحق، ولكن انا بقول لك بامانه نادي الزمالك والاهلي يعني الانديه الكبيره حتى بيراميدز اللي هو يعني عمل طفره جاب الاول مدربين اجانب والمصري ما نفعش، لكن ما تجيش انت بعد كل وقعه تقول اجيب زمالك اجيب اجنبي ولا مصري أجنبي. لا هو اجنبي، انت شايف انه اجنبي لازم اجنبي. ليه؟ اقول لك ليه. اولا الميديا والحاجات دي ما يعني زي ما بتقول انت منفض ده ولا ما اعرفش منفض يعني. خلاص هو جاي يشتغل هو عيبه الوحيد انه جاي ياخد فلوس صرف نظر عن النتيجه، بس المصري بيجي ياخد فلوس برضه. لا ماشي، لكن لو جبت مدرب قلت له ايه نادي يعني عايزين ناخد بطولات، في اربع بطولات لازم تاخدهم على الاقل تاخد ثلاثه لان في بنفسك اهلي ومش عارف مين ومين ومين، عملت كده معاه، يجي واحد ابن حلال مصري، لو مثلا سامي مرتضى جاب مدرب معاه مصري، خلي بالك المصري ده هيمشيك او ما تخسر ده بيقطع فيك من ورا. راجل يقول له كده وكلاء يا ناس صحابه يا سفاره اي حاجه ده كام ده انا عشيرته وتقال عليك انت شخصية. انا في واحد مدرب ايناسيو برتغالي وانا بسلم عليه كده استاذ مرتضى قال له محمد صلاح المدير الفني، قلت له انا مشيت بكره ومش جاي تاني وحقيقه ما رحتش. ليه؟ ان هم بياخدوا انطباع مدير فني يعني ايه؟ ما هو مدير فني يعني انا وانت زي بعض، فده جاي ده هيبقى قاعد جنبي على الدكه بينافسني بالظبط. واحد بقى مصري يخش او وكيله اللي جاي بيقول له خلي بالك ده هيمشيك او ما هتخسر طبعا، ده فلان ده بيحبوه كذا مش معايا انا بس مع كل الناس يعني. طب ما تجيبش مصر احسن من الاول وحاسبه يعني، تقصد تجيب جهاز فني اجنبي بالكامل. حلو بس خلي بالك الناس بتضحك علينا في ايه؟ واحد جايب 10 مساعدين ليه؟ ايه هي العباقره في الكوره؟ العباقره هي في الكوره ايه؟ لا هو في واحد بيدرب، واحد احمال، واحد مساعد. لا هو في البريمير ليج او في الدوريات الكبيره هتلاقي الجهاز الفني فيه 15 و20 بني ادم، بس احنا في النهايه بنشتغل على منتج الدوري المصري. حلو يعني بنشتغل على قدنا يعني. انت عارف هناك في تغذيه وفي مش عارف ايه وفي حاجات كتير. في ناس في ليفربول عندهم مدرب لرميات التماس يعني، وصلوا لمرحله صعبه خلاص. يعني هو واحد بياخد الدفاع وواحد بياخد الهجوم ونص ملعب. صحيح احنا على قدنا، بس بتجيب ناس يعني كويسه جدا في بره. صحيح نجح هنا. طب مين نجح في الاهلي من بعد الجوزيه؟ مفيش، ما تقدرش تقول اسمك بيه. هو اسم الكابتن حسام البدري محلي يعني مش اجنبي. نصرت لسه امبارح عشان واخد الدوري وكان هيمشي. اشمعنى الزمالك؟ اشمعنى الكاميرا على الزمالك بس؟